أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه التغطية الخاصة. نتابع مع حضرتكم مجموعة من أهم الأخبار. هددت شركة ميتا المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإزالة الأخبار من منصته على قيام الكونغرس الأمريكي بتمرير مقترح قانون يهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعي لوسائل الإعلام مع شركات التكنولوجيا ومنهم فيسبوك. وقالت المصادر إن المشرعين يبحثون إضافة قانون منافسة الصحافة والحفاظ عليها إلى مشروع قانون الدفاع السنوي الذي لابد من إقراره كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة. وقال المتحدث باسم شركة ميتا إن الشركة ستضطر إلى النظر في إزالة الأخبار حال تمرير القانون بدلا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة تقدمها فيسبوك لوسائل الإعلام. نتحول رياضيا، وتشهد بطولة كأس العالم على مدار اليوم العديد من المواجهات القوية. مباراة المغرب وإسبانيا والبرتغال ضد سويسرا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر والتي تستمر حتى 18 من ديسمبر الجاري. ومواعيد المباريات اليوم، بيلتقي منتخب المغرب في قمة نارية مع إسبانيا 17:00 باستاد المدينة التعليمية في ثمن نهائي مونديال قطر، ويواجه منتخب البرتغال نظيره سويسرا في تمام الساعة 9:00 على استاد لوسيل. وتأهل منتخب المغرب إلى دور 16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر على رأس المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وحل منتخب إسبانيا وصيفا في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط. أما منتخب البرتغال اعتلى قمة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، وجاء منتخب سويسرا وصيفا في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط. ننتقل إلى وزارة التربية والتعليم، ومن الموضوعات الهامة التي يهتم بها ويسأل عنها دائما عدد كبير من الطلاب وأيضا يهتم بها أولياء الأمور، موضوعات المشروعات البحثية لطلاب النقل بمحافظة القاهرة وشروط هذه الموضوعات أو إعداد المشروعات البحثية. حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة موضوعات المشروعات البحثية لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، هذا بالمدارس الرسمية واللغات والخاصة. وأوضحت أنه يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5 طلاب، وكل مجموعة تختار موضوع البحث والذي يناقش المشروعات والإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية وطرق مواجهة التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب. ويقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وأيضا توزيع المهام عليهم والمصادر التي يمكن الاستعانة بها. وتقوم كل مجموعة بتقديم مشروعين بحثيين، ويسلم البحث الأول قبل امتحان الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، وأيضا بالنسبة للبحث الثاني قبل امتحان الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين، ويجمع الرائد مشاريع الأبحاث ويضع الدرجات بالتعاون مع معلم المادة. أيضا تحسب درجات مشروعات البحثية ضمن المجموع الكلي، وفي حالة عدم الحصول على الدرجة المطلوبة يتم إعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني، ويتم إعداد قائمة بأفضل 10 أبحاث على مستوى كل صف وإرسال هذه الأبحاث للإدارة وأيضا إجراء تصفية على مستوى المدارس. هذا بخصوص وزارة التربية والتعليم وبخصوص المشروعات البحثية التي يتساءل عنها دائما أولياء الأمور. ننتقل إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أعلن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الطرح الأول للتخصيص الفوري لقطاع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد، هذا بنظام الطرح الدائم. وأوضح وزير الإسكان أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للحجز الفوري من خلال الهيئة. ويتم عرض القطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، ذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص بداية من الخميس الموافق 8 ديسمبر.
أشار الوزير إلى أن الطرح يأتي بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، وذلك طبعا بشكل دائم وميسر وبدون أي أسبقية، سواء للدخول على الموقع أو تحويل جدية حجز أو حجز قطعة الأرض. ويشمل الطرح 305 قطع أراضي موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة، 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن القاهرة الجديدة والخامس عشر من مايو وبدر وأسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة، هذا بالإضافة إلى 104 قطع أراضي بمحور الأراضي المميزة بمدن السادات والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة، بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدينتي النوبارية الجديدة والعاشر من رمضان. نختتم هذه التغطية بأسعار الذهب. تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 جنيها لتسجل الأسعار 1835 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وسجل عيار 18573 جنيها للجرام. أما الجنيه الذهب سجل 14680 جنيها. إلى هنا تنتهي هذه التغطية، شكرا لحضرتكم على المتابعة وإلى اللقاء.